تكون مجلسيا، يعني أن تهدم بيتك بيدك. لا يمر يوم على المجلسيين من دون أن يذكروا مفردات مثل تراخيص ومحام ومهندس. تراخيص البناء أي طلب الإذن من السلطات الإسرائيلية لبناء بيت، هو عنوان الوسيلة القانونية التي يستغلها الاستعمار لاستنزاف المقدسي وحمله على ترك بيته. فسياسة تراخيص البناء خلقت حالة عبثية وعدمية. وضع الاستعمار إطارا قانونيا وهميا ليسير الواقع الذي يريد، منتجا حلقة مفرغة تحتم على المقدسي استصدار تراخيص بناء يرفض الاستعمار أصلا منحه إياها. وإذا ما بنى المقدسي يصير مجرما مخالفا للقانون. وكانت إسرائيل قد عدت خرائط هيكلية تتضمن أرضا أكثر وفلسطينيين أقل، فمسحت أجزاء كاملة من الحارات العربية من المخططات المستقبلية، وتم استبدالها بمستوطنات يهودية أو حدائق أثرية أو مساحة خضراء أو مراكز عسكرية. فلم يبقى أمام المقدسيين سوى البناء بدل انتظار تراخيص لن تأتي. يدخل هذا الخيار المقدسيين في دائرة المؤقت، حيث يبدأ العد التنازلي لزمنهم المتبقي في بيوتهم، ريثما يكرر الاستعمار هدمها بعبثية مفرطة. فمثلا تريد إسرائيل المهووسة بالغيبيات والحداثة في الوقت ذاته أن تقيم مكان بيوت الفلسطينيين في حي البستان بمنطقة سلوان المحاذي لأسوار بدر القديمة حديقة تلمودية متخيلة أسوة بتلك التي بناها الملك داود باسم حديقة الملك. فأعلنت عن الحاجة لهدم 88 بيتا غير مرخص تقع في الأراضي المخصصة لبناء الحديقة. كما ابتدأت إسرائيل وحتى وقت ليس ببعيد معاقبة المقدسيين الذين اتهمتهم بارتكاب مخالفات أمنية وتحديدا عمليات تفجيرية عبر هدم بيوتهم بذرائع كهذه أخرى، وليعاقب الاستعمار الفلسطيني على مجرد وجوده في القدس يهدم البيوت بالمفرق والجملة. وقد بلغت أعدادها منذ العام 2004 ولغاية الآن 479 مبنى سكنيا، و53 منها هدمت هذا العام، وهو ضعف عدد الهدم في العام الماضي، مشردا 1892 مقدسيا. الفرج الذي ينتظره المقدسيون يبدو لهم عصيا أمام الشعور الهائل بالعجز والفقدان والاكتئاب الشديد الذي يصيب كل أفراد العائلة، كما تشير دراسات المؤسسات الفلسطينية المختصة مثل المقدسي، إذ تنشأ علاقة متبادلة من الإحباط والعجز والغضب بين والدين غير قادرين على حماية أبنائهما، وأبناء فقدوا الثقة بكل شيء. وينجم عن كل هذا تراجع في الصحة والطاقة الجسدية، حيث سجل ارتفاع بإصابات الضغط وأمراض القلب والأعصاب. ويواجه الأطفال على وجه الخصوص صدمة نفسية تؤثر بشكل بالغ في قدرتهم على متابعة دراستهم، كما يفقدون المكان الذي يستطيعون إنجاز وظائفهم فيه، ناهيك عن اضطرار الكثيرين منهم إلى ترك مدارسهم بحكم فقدانهم لمكان سكنهم القريب منها. ورغم كل هذا فحال لسان المقدسيين يقول لن نرحل وسنبقى في عاصمتنا الأبدية، عاصمة دولة فلسطين الخالدة والأبدية، والاحتلال إلى زوال. يعني استمرار لهمجية البلدية ومخططاتها في هدم منازلنا في حي البستان، حاصروا الحارة هذا اليوم واقتحموا المنزل بشكل همجي عنيف صباح هذا اليوم، تم إخراجنا بالقوة والاعتداء علينا وعلى من تواجد في المنزل، وبدأت الجرافة بهدم المنزل حتى هذه اللحظة. هدمت منزلي المكون من 120 متر، بنعيش في 10 أنفار أنا وأولادي وأحفادي. طبعاً ضمن سياسة البلدية اللي بتدعي إنه منازلنا بنيت بدون ترخيص، رغم إنه هذا منزلي من 38 سنة أنا بسكن فيه، ولكن هناك سياسة تطهير عرقي طارد تصفية وجودنا في هذه المنطقة، لأن على بعد أمتار من المسجد الأقصى المبارك، وهذا الهدف. الهدف إبعاد الخط الأول والدفاع عن المسجد الأقصى، لأن المسجد الأقصى في بؤرة الاستيطان الاستهداف وفي عين العاصفة، ولذلك
سنبقى في العراء بدون منزل، وهناك تخطيط لهدم 116 منزل في حي البستان، 1550 نسمة يتم طردهم وبدون مأوى لإقامة حدائق وطنية وحدائق وطنية وقومية للمستوطنين، وربط هذه المنطقة مع مستوطنة مدينة داود لاكتمال يعني وخنق البلد القديم والمسجد الأقصى بمشاريع استيطانية تهودية. هذا هو الحال، وخاصة البلدية طبعا رغم أنه هذا مخالف للقانون الدولي والمعاهدات والمواثيق الدولية، ولكن هذا هو الاحتلال. وطبعا هذا المنزل كثير من الدبلوماسيين القناصل السفراء الذين كانوا يعني يجلسون في هذا المنزل لمحاولة الدفاع عن الناس وعن القانون الدولي وضد هدم المنازل وتهجيرها، وهذا لا يروق للاحتلال الذي أراد أن يثبت أنه فوق القانون الدولي وأنه لا يأبه ويضرب بعرض الحائط كل المؤسسات الدولية، وخاصة أنه استهداف شخص سياسي لأنه أرادوا إزاحة معوق وعائق أمام مشاريعهم، وبدعوا أنه أنا بحرض السكان على عدم قبول مشاريع البلدية. وطبعا يعني هناك انتخابات في البلدية، أري كينج بعد عدة أيام يهدم هذا المنزل لكسب مزيد من أصوات المتطرفين والمستوطنين في القدس. هدم منزلي يعني هدم ماضي، هدم ذكرياتي، هدم مستقبلي، هدم عائلتي. عائلتي أصبحت بدون مأوى الآن، يعني مع هذه الأجواء وهذا الظروف أصبحنا بالعراء، سننام في الشارع، ما في لنا مأوى. فلذلك يعني قهر ظروف صعبة جدا، وخاصة أنه يعني ازدواجية معارف العالم وما في لنا بديل. فلذلك يعني الأمر ليس سهل، أنه هدم المنزل لا يعني هدم جدران وأرضية وسقف، هدم عائلة، هدم نفسيات، هدم مستقبل، هدم ذكرياتنا، هدم طفولتنا، هدم مواقع اللي كانت يعني ذكريات أطفالي وأولادي، وفي النهاية ما إلنا إلا أن نبقى في الشوارع. هذا هناك منزل قديم كان في رائحة والدتي، اللي طبعا منذ سنوات طويلة تم ترميمه وتجديده والبلدية رفضت طبعا. وذكرياتي، أنا تزوجت في هذا المنزل وأطفالي كلهم من ولدوا في هذا المسجد وكبروا في هذا المنزل، كبروا وتزوجوا في هذا المنزل، ماضي ذكرياتي حياتي ومستقبلي تم تحطيمها تحت أنياب جرافات الاحتلال. لا يتطلب الأمر كثيرا من الخيال، إذ يكفي أن يغمض المرء عينيه دقيقة واحدة ويطفو على سطح ذاكرته ما قرأ وشاهد وسمع عن تلك المدينة كي يشعر بالاختناق وضيق التنفس. فالحصار سرعان ما ينقل مما هو مادي ومرئي بالعين المجردة إلى ما هو نفسي. في القدس العاصمة المحتلة قوم جبارون فعلا، قوم يعيشون كما يقال بين قطرات المطر خشية أن يصيبه البلل فيفقد صحته، وقد يفقد المدينة التي عاش فيها أجداد أجداده ودفنوا هناك ليكونوا أقرب إلى السماء يوم الحشر والنشر. فالعيش في القدس نعمة كبيرة أنعم بها رب العالمين على المقدسيين. فهؤلاء القوم قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم الفئة المتمسكة بالدين الصامدة المدافع عن المسجد الأقصى المبارك. ولكن هذه النعمة الربانية تنغصها نقمة أرضية بشرية لا ترحم ولا تذر. فهؤلاء القوم الذين تسلطوا على العباد فيها يريدون الحجر والمكان والتاريخ دون البشر، دون البشر أصحاب المدينة والتاريخ والحضارة.
الاحتلال يعني والبلدية تريد كسر معنوياتنا وشوكتنا، ولكن يعني هي تستطيع هدم المنزل، ولكنها لن تستطيع هدمي ولا هدم أهل القدس لدفعنا للمغادرة. أظن أننا سنبقى، يعني كلما ازدادوا شراسة ازددنا صمود وثبات وتحدي لسياسات الاحتلال، ولذلك سنبقى في المنزل. ربما لا أستطيع بناؤه، لكن أولادي وأحفادي سيقومون ببناء هذا المنزل، لأننا سنبقى هنا، سنبقى هنا رغم أنفهم. نضال الرجبي من حي البستان في القدس. احنا قبل تقريبا اسبوع اجوا بلدية الاحتلال، طبعا اجوا طريقة همجية، ادخلونا داخل البيوت واجوا بدون ما يعطونا اي انذار، اجوا وقفوا هوني وقالوا لنا احنا بدنا نهد هذا المنزل. فما بطلع بيدنا ايش نسوي غير ان نقول لهم حسبنا الله ونعم الوكيل، والله يعوض علينا وعلى جميع وعلى اي بني ادم بنهدله في هاي المنطقة. ما تزال إسرائيل تمارس حملة شرسة ضد أهل مدينة القدس العاصمة المحتلة في محاولة لتفريغ المدينة المقدسة من ساكنيها الأصليين وإحلال سكان غرباء طارئين مكانهم وتهويد القدس وتغيير معالمها وتراثها وتحريف تاريخها الأصيل. يأتي هدم المنازل العربية في القدس لأسباب سياسية واعتبارات إسرائيلية واضحة، أبرزها التضييق على المواطنين المقدسيين بهدف إجبارهم على ترك المدينة والغاء حقهم في الإقامة بالقدس وسحب هوياتهم في مرحلة لاحقة بذريعة نقل مركز حياتهم إلى خارج المدينة، إعطاء مجال أكبر للتوسع الاستيطاني على حساب الأرض الفلسطينية، واللجوء لسياسة هدم المنازل الفلسطينية بحجة عدم حصول أصحابها على التراخيص اللازمة من بلدية الاحتلال كأداة لتفريغ المدينة من ساكنيها الفلسطينيين مقابل ضخ المزيد من المستوطنين فيها. هذا البيت مبني من قبل 2017، انحكم في 2017 اللي هو 10,000 شيكل واعطونا تمديد لسنة. بقوانينهم العنصرية هاي ممنوع البلدية أو القضاء يعني بالذات إنهم يقدروا يعطونا تمديدات تانية، فهو كان سار المفعول للهدم بقوانينهم، بس إنه قبل ما يهدوا لازم يجوا يبلغونا، ما يجوا فيجونا فجأة. كان ساكن في البيت اللي هو أخوي، وجينا تفاجأنا يعني في قصة الهدم هاي وهدونا إياه. طبعا سلوان هي الحامية الجنوبية للمسجد الأقصى، على هذا الأساس هي مستهدفة كتير، بدهم يكملوا مشاريعهم الاستيطانية اللي هو الحوض المقدس، طبعا بدهم يسيطروا طبعا بعدد السكان كمان الديموغرافي اللي هو عدد سكان اليهود المستوطنين يبقوا أكتر من العرب، فبحاولوا يخلوا هاي الأراضي يهدموا البيوت والسيطرة عليها عن طريق المؤسسات تبعتهم البلدية والطبيعة والأثار. كل منطقة بلاقولها حجتها على أساس إفراغنا من هاي المنطقة. وبالنهاية اللي بيشتغلوا في البلدية واللي ماسكين كل المؤسسات هاي طبعا ناس متطرفين، بيمسكوا هذه الأراضي كليتها بيعطوها لجمعيات استيطانية اللي هي تستولي عليها واللي هي تديرها في هذه البلد. قبل فترة اجوا اعطونا مخطط تنظيمي لهي المنطقة اللي هم المخطط هذا هدفه الاستيلاء على اراضينا، فاحنا رفضنا هذا المخطط. احنا قلنا لهم نمشي معكم ضمن الاجراءات القانونية، مستعدين نقدم لرخص وإشي ضمن القانون، وزي ما بيطلع بالاحياء التانية
حدائق نستفيد منها احنا وسكان يعني الحي، اولادنا مش يجينا واحد مستوطن او تجيبونا اجنبي او تصادروا الاراضي هاي وتحطونا في غرف صغيره، اولادنا ما يعرف يتحركوا، اولادكم يعيشوا في خيراتنا وبالرغد تبعنا كليته. فاي بني ادم رفض هذا المشروع البلديه بتتعامل معاه بطريقه انه بالقوه بدك تمضي بدك توافق. كل بني ادم برفض زي ما صار مع اخونا فخر اليوم ابو دياب، صار معنا اي بني ادم برفض بده ينهدل له. هدونا هذا الكرميت كان كليته هون، اجوا قصقصوا طبعا فكوا الدير كله وخلعوا وخلعوا، كانوا بده يهدوا هون بهذه المنطقه، حتى هذا يعني مش قفص عصافير يعني مش واصل في الهدم. فحكينا لهم يعني بالنهايه سمعوا شوي، يعني بقول لك بالنهايه راح اهدوا يعني. كانت طريقه التفكيك الفك اللي انه يمسك الشغله يضربها، يعني الكولر هذا، ماكنه الرياضه، التلفزيونات، كل شيء كان بالغرفة كان يمسكوه ويخبطوا عليه، يعني مش يزتوا إنه بعيد عنه، كان هدفهم التخريب والمخاسر إنه يعني بأكبر عدد. طبعاً إحنا فكفكنا كرميدات وكل اللي طلعت هاي، يعني إنه فترة منشتغل عليها إنه ننظف باب الدورة أساس الأولاد، هما ما بانيهم الأولاد تجرح ولا شقفة تمت سر. بالنهاية بقول لك أنا بدي أزبط لك حديقة، يزبط لي حديقة وينيم ابني بالشارع، يعني ابني يتمه بالشتاء وبالصيف ونقعد ونعيش بخيمة فيش مشكلة عندهم. هم لا بدهم يخلوا أولادنا يتمتعوا في هاي البلد ولا شيء، هم بانيهم أطفالهم، أطفال المستوطنين. مستوطنين موجودين هون، موجودين غاد، موجودين غاد. كل هدول موفر لهم المواصلات، الحدائق، البناء تبعهم، حتى لو إنهم خالف بعد ما يسيطروا عليه الهدم تبعه بروحه بصير بيت قانوني. بيت هيو يونتان مخالف 4 طبقات عليه أوامر هدم، لما استولوا عليه ما انهد من 20 سنة. في بيوت هون أخدوها عليها قوانين جيمينتس اللي هي ممنوع، البلدية كانت لما كانت في أيادي العرب كانت تهدها، لما استولوا عليها بالوقت الحالي عليها أوامر هدم، راح الهدم عنها. أراضي، الأراضي نائب رئيس البلدية أريا كينج، المستوطن اللي هو عايش فيها مش معطين للبلد كليتها، مش متنازلين للبلدية عن متر، كلها 100% بناء كامل. احنا هون عنا كل الارض هاي بدهم يجي يعطونا 3-4 عمارات ويستولوا على ما يقارب 60 دونم من اراضي سبوان، من اراضي القدس. ولما عدنا معاهم بالبلدية بكل وقاحة بيجي بقول لك انت قاعد على اراضي كتيرة، أكنها الأراضي هاي ملك أبوه لملك اللي خلفوه، يعني أنا مش عارف. فأنا نطيت قلت له أراضي كبيرة كتيرة بس هي أراضينا، تعبنا شقانا ورتبنا، عرق أجدادنا موجود فيها، عرق أبياتنا موجود فيها، تعبنا فيها وتعبنا لما جبناها وزرعناها وأكلنا من تينها وأكلنا من سلقها لهذه البلد، أنت جايينا هلأ بتصادر هاي الأراضي وتاخدها وتقول لي عندكم أراضي كتيرة؟ هذا وضعنا بالقدس، الله يكون بعون الجميع، الكل مستهدف.
هذا وضعنا بالقدس. الله يكون بعون الجميع، الكل مستهدف. بلشوا فينا بالدور عماله، العالم صامت، اليهود عارفين انه التهجير القسري اذا بده يتم مره واحده ليصير ضجه اعلاميه وشيء، صوره اسرائيل لتنهز بالخارج، مع انها ما بتفرقش معها كثير يعني الوضع هذا الشيء، بس مش بقول لك من هدلة واحد واحد العالم ساكت عادي. لو انهد لفخري ابو دياب، لو انهد للرجبي، لو انهد لعودي، لو بيت بيت عادي على السكين. هذا الاسلوب خبيث بيستعملوه، فيش حدا صاحي. احنا اي بني ادم بيقدر يساعدنا في منع هذا التهجير بنطلب نهجر انه يعني يوقف معنا. بالنهايه احنا عارفين انه ما لنا الا الله وربنا اللي يكون بعوننا وربنا اللي يوقف معنا وربنا اللي يغير هذا الحال ان شاء الله. وبلادي تاريخي سكني اصبحت بلدهم، والقدس هيا قل يا ناس هل جديد المحتلين بل العاصمه الانداد.